هم فقط يحتاجون للكثير من الحب كما يعطونه للآخرين. أصحاب متلازمة داون، وبمناسبة اليوم العالمي لهم، أقامت دائرة العلاقات المسكونية والتنمية بدرعا ماراثون نحن منكم اركض معنا، انطلاقا من مقابل جامع موسى بن نصير بمدينة درعا باتجاه بانوراما 16 من تشرين. نحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون، دائما نضوي على الأيام العالمية لنشر الوعي والثقافة بين المجتمع على الحالات التي يكون لها يوم عالمي. فمتلازمة داون هم من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، علينا رفع الوعي لدى المجتمع ولدى الناس وأهالي الأطفال. احنا بهذا اليوم حبينا نعرف انه هالفئة هي معانا ومن المجتمع، فئة مهمشة، فئة ضعيفة، ولكن هي فيها تعمل معنا أشياء كثيرة. أطفال الداون قدموا رسائل التوعية للمجتمع المحلي بأنفسهم وقدموا دعوات للماراثون. الماراثون هو الفعالية الثانية، ماراثون اركض معي، اركض معي لكي أحصل على حقوقي. دائرة العلاقات المسكونية والتنمية بدرعا قدمت مجموعة من الهدايا للأطفال المشاركين بالنشاط لزرع البسمة وتعويضهم بالمحبة الكبيرة وتسهيل اندماجهم في المجتمع. متلازم الداون وجميع الإعاقات، يعني كلياتهم نحن بنحبهم كثير 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 بنحبهم. وإذا يعني الولد السوي مفتاح الدنيا، فالولد المعاق هو مفتاح الجنة. هو يوم حلو كتير كان والله، واستمتعوا كتير الأولاد كتير ووزعوا عليهم هدايا. يحتاج المصابون بمتلازمة داون الكثير من العناية والرعاية، إذ يملكون من البراءة والبساطة والوفاء الكثير، حيث تعمل الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية للتعاون دوما والسعي نحو تأمين حياة أفضل لهم. للإخبارية السورية مرح المقداد.